كندرمان مدينة عريقة تمثل الضلع الوطنية والتاريخية للخرطوم، عاصمة السودان المثلثة. منذ تأسيسها قدمت مدينة كندرمان للعالم كله العديد من الأعلام الأفذاذ، ومنهم بروفيسور كامل إدريس. في هذا المنزل المطل على النيل ولد كامل في النصف الثاني من العام 1954. ترعرع رمز قصتنا في هذه المدينة العريقة، وتربى في حضن أسرة حانية يجمع بين أفرادها حب دافئ واحترام متبادل لا يميز بين صغير وكبير. يعني كان محافظ على دروسه، محافظ على بيته، محافظ على المعاملة معاينة. يعني كلمتي كلها اللي أنا بقولها له مسموعة عنده. بدأ كامل شق طريقه في عالم النجومية منذ البدايات الأولى من شبابه، فإلى جانب عمله كصحفي مستقل يكتب في صحيفتي الأيام والصحافة، كان كامل يعمل بالتمثيل في المسرح القومي الذي يقع على مرمى حجر من منزل أسرته.